الممتلئون. ماشي. هم هاو الإخوة المصوتون بالإجماع إذا كانوا معارضون يهزوا اليوم، كانوا ممتلئون يهزوا اليوم. اهلا وسهلا السافي جنوب اللي حضروا معنا، داروا واحد التغطيه لهاد الجلسه، التمديد ديال الجلسه ديال 21 اكتوبر لان ما كملناش ودرنا تمديد اليوم الخميس. الجلسه كانت نقطه واحده فريده هي مناقشه الميزانيه اللي كنا بديناها وما كملناهاش، ونفد لنا الوقت القانوني اللي كنا غندوزوا فيه الدورة. درنا واحد التمديد في اخر دقيقة اليوم. الحمد لله هذاك الشيء كامل اللي كان ديال الضجيج انتهى، والامور تسوات وتقادت، واخوان الاعضاء الله يجازيهم بخير ناقشوا معنا بواحد الموضوعية. كان الاسئلة ديالتهم التدخلات ديالتهم كانت تدخلات ايجابية، وكنعتبر انا ايجابية بالنسبة لان هذه هي الديمقراطية، كتصنت لكل واحد وكتناقش وكتاخذ اجراء اللي هو اجراء ايجابي. الحمد لله احنا صوتنا على المداخيل برمتها، صوتنا على المصاريف باب، كانت الامور عاديه. بقات لينا مساله ديال البرمجه، كان عندنا واحد المجموعه ديال المشاريع اللي كنا خصنا نجوهم، فيهم ملاعب القرب، فيهم حفر الابار، وفيهم تجهيز الابار، وفيهم واحد المجموعه ديال المسالك الطرقيه. هذيك المسالك الطرقيه اللي تحط لينا هذاك الشيء كثير. يدخل ونصنطوا ليه كامل، ما نديروش لان انت ما تهضرش، كل واحد يتصرفوا ليه اللي عنده شي كلمه وعنده شي مقترح. دابا احنا في نهايه الجلسه والمقترح ديال ميزانيه التجهيز، بين المقترحات ديالكم وصلوا ايجابيا ومعقول. راه في مساحه كبيره هنايا وخاصه للتطير. راه احنا قلنا الاجهاد المائي غنشوف، غنمشيو الاجهاد المائي حي الطفل وغنشوف الحاجه معاه، انا ما يمكنش لي نحط 20 كيلومتر ب 60 مليون. السد العالي بالله، صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، السلام على المقام العالي بالله، مولاي صاحب الجلاله نصركم الله وأيدكم وأدام عزكم وخلد في الصالحات ذكركم، يتشرف خديم الأعداد الشريفة رئيس مجلس الجماعي الصحابة صلاة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس الجماعي الموظفية وصف الجماعة فاطمة أن يرفع إلى السد العالي بالله أصدق آيات الولاء والإخلاص، معربين عن تأكيدنا لأواصر البيئة وتشبثنا بالدائم إهدام عرش الحاوي المجيد الضامن لوحدة البلاد واستقرارها في حلول الذكرى 26 لوفاة خلى محمد الملك الحسن الثاني منظم المسيرة الخضراء المجيدة، نرفع لكم الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويكتبه عند الشهداء الصادقين. مولاي صاحب الجلالة ألقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، وأدام نصركم وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملك الأمير مولاي الحسن، وبشقيقكم الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد أسرة الملك الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي بالله ورحمة الله وبركاته. حر